ليس لأن دواوينه وزعت ملايين وملايين من النسخ، وليس لأن مقاله الأسبوعي في الأهرام في جريدة الأهرام يمثل عشقا بالنسبة لآلاف وملايين آخرين، إنما لأنه صادق عندما يتحدث نثرا أو شعرا. وهذه هي الميزة الكبرى في ضيفنا الشاعر الكبير أستاذ فاروق جويدة. لن أطيل في المقدمات لأن مقامه معروف عند الجميع. أهلا بحضرتك أستاذ فاروق. أهلا بك يا منى. مش هطول، وبعدين بصراحة قلقت إن حضرتك تقوم وتمشي بعد ما عرضنا موضوع بيونسي ده. والله يعني فاروق جويدة وبيونسي والله بالعكس دي مقدمة كويسة، بس كان يا ريت كنت طولت الفقرة شوية عشان بالتأكيد كان هيبقى فيه نسبة مشاهدة أعلى يعني تمهد لوجودي، أو مثلا كنا يعني لو كان في دعوة أنا يعني كنا رحنا عملنا الحلقة هناك وخلاص يعني. عارف أستاذ فاروق إن في كتير من الشخصيات العامة كان عندهم نوع من الحرج الشديد إن هم يتعرف إن هم في حفلة بيونسي، وإحنا احترمنا ده يعني المسألة هو حدث وإحنا بنغطيه وبندي للناس معلومات عنه، إنما في شخصيات كتيرة جدا كانت موجودة في الحفلة وتحرجت إن هي حتى تبان في الكاميرا. حضرتك عارفة إن أسوأ شيء يصيب مجتمع إيه؟ أن يخجل من أفعاله. يعني أنا لو بعمل حاجة كويسة أنا مقتنع بها، أنا لا أخجل أيا كانت هذه الحاجة. حينما نخجل من أفعالنا ده مؤشر مش صحيح وغير سليم، لأن معنى كده أن هناك خطأ، ما خطأ فينا، خطأ في اللي عملوا الحفلة، خطأ في المناخ العام، خطأ. لكن مجرد أن أنا أهرب من مسؤولية شيء، أنا يعني هم راحوا دفعوا آلاف الجنيهات بس مش عايزين يتعرف أن هم راحوا، مش عارفة ليه. طب يبقى فعل، يبقى إحساسي أنا ضميري يعني ضميري كده وجعني وتحرك وبيقول لي عيب اللي انت عملته ده. لا بس في ناس كتير حاسه ان هو عادي، يعني ما في النهايه حفله واي حد انا رايح يعني ماشي، وانا مش شايف ان في عيب ان اللي يروح. يعني انا لو دعوني يمكن كنت رحت، بس ما حدش لا مش راكبه خالص، مش ماشي، مش ماشي، مش ماشي خالص. طيب انا عرفت انه بتشغلك فكره المهرجانات، وقلت لنا انك يعني كنت مشغول عن مهرجان بيونسي بمهرجان اخر، واستغربت قوي انك بتسميه مهرجان. شوفي اللي ابتدع فكره المهرجانات الصديق العزيز الفنان فاروق حزن الحقيقه، لانه الراجل شبعنا مهرجانات في 23 سنه منذ اصبح وزيرا للثقافه. فالحمد لله يعني كان عندنا كميه مهرجانات، مهرجان سينما بلا افلام، مهرجان مسرح بلا مسرح، يعني ساعات يقعدوا يدوروا شهرين ثلاثه قبل المهرجان على فيلم يعرضوه ما يلاقوش. ممكن جدا مهرجان سياحة وتسوق بلا تسوق بلا تسوق يعني قصدي أقول لك بقت موضة عندنا حكاية المهرجانات دي. وبعدين هي ارتبطت ببدل شيك وفساتين شيك وستات شيك وحاجة جميلة كده، شوية مشاهد في التلفزيون والفضائيات تطلع والتلفزيون المصري يغطي والمذيعات والستات والفنانات يلبسوا آخر ما عندهم من الفساتين. الحقيقة أنا افتكرت المسلسل المهرجانات ده لما شفت مهرجان الحزب الوطني، مش مؤتمر الحزب الوطني، أنا سميته مهرجان أكتر منه لأنه كان فيه الحقيقة يعني شوية استعراضات جميلة. وهل تنكر جدا عليهم احتفالهم بأنفسهم؟ احتفالهم أنا طبعا مرفوضش احتفال الإنسان بنفسه في أسرته بين ولاده في عيد ميلاده على نفقته الخاصة من ميزانيته وفلوسه ماشي، لكن أن أحتفل بحزب يحكم وعنده حكومة وعنده سلطة وعنده رجال أعمال وعنده مجلس شعب ومجلس شورى، طب يحتفل بإيه وعنده قطيع من المجتمع بيعاني؟ لا ده يبقى مش لازم يكون مهرجان. طب ليه يا فندم حضرتك بتقول انه الواحد لما يحتفل بفلوسه ومن حر ماله ومحدش له حاجه عنده؟ الحزب فيه رجال اعمال متبرعين كثر وكل واحد ساهم باللي جاد بيه او جادت بيه ايده، يعني في النهايه برضه
هي فلوس خاصة من أعضاء الحزب ومن المتحمسين للحزب. هقول لك يا منى، أنا بخاف قوي من انسحاب المسؤولين من هموم الناس، ده مؤشر مش كويس برضو. يعني الهروب من هموم الناس، حتى لو كنت أنا لا أعاني مثل هؤلاء الناس، لكن أنا جزء من مسؤوليتي أن أشاركهم هذه الأمور، مش ضروري أعيشها، ولكن على الأقل يعني أنا أخشى جدا من المسؤول الغير مهموم، خطر. أيوة، بس في عندنا وزراء كتير قرروا إنه الهم لا يأتي إلا بالمرض وضعف الأداء، فقرروا إن هم ياخدوا أجازاتهم صح وتعلموا من مسؤولين سابقين. بس أنا بتكلم على ما ينبغي أن يكون، مش بتكلم على الواقع المصري. الواقع المصري ده لا يمثل نموذج على الإطلاق في أي شيء. إذا كان يمثل نموذج فهو النموذج الخطأ. لكن أنا بتصور إن لو مؤتمر للحزب يبقى مؤتمر لكل المصريين، مش الحزب الوطني بس، عشان هو حزب حاكم. طبعا لازم يكون في شراكة من كل فئات المجتمع، المعارضين واللي ضده واللي بيشتموا فيه طول النهار، كل دول لازم يروحوا. وده بيحصل في الأحزاب الكبرى برا، بيحصل. أيوة، بس ممكن يبقى لسان حالهم، يعني الأحزاب المعارضة تسبوني وتنتقدني وأعزمها في المؤتمر بتاعي. شغلتهم أنهم يعملوا كده، دي مسؤوليتهم، ولو ما عملوش كده يبقوا مقصرين. شغلته أنه هو ينتقدني وأنه هو يوجهني وأنه يلفت النظر لأخطائي. أصل ده الحزب الوطني مش مصر بس، لأ، هو المفروض يمثل مصر كلها، لأن هو حزب بيحكم وبيضع خطط وبيضع برامج وبيضع سياسات، وينبغي أن يسمع للجميع، ما يسمعوش بعض بس. أصلا مش فرقة هتسمع بعضها، مش كورة تسمع بعض هيقعدوا يتغزلوا ببعض وتنتهي العملية، لا. وبعدين الكارثة الكبيرة إن إحنا أمام نموذجين. الحزب الوطني بيقول إنه هو عنده 3 ملايين 3 مليون عضو كويس، والإخوان المسلمين بيقولوا إن هم عندهم 1 مليون أو 1 مليون وشوية. كويس الكلام، الاثنين بيتبعوا نفس الأسلوب. الإخوان المسلمين قافلين على نفسهم، عمالين يتخانقوا يجيبوا مين زعيم ومين مرشد، والحزب الوطني عمال يحتفل بنفسه في مهرجان. أنا كان رأيي حاجة مهمة جدا، كانوا الاثنين طلعوا وشفنا لهم حتة في الصحراء كده في سيناء أو في الصحراء الغربية، ويقعدوا مع بعض يتناقشوا بتاع، ويسيبوا البلد تحل مشاكلها. لأن أنا مش ممكن مجتمع يتوقف كله، عندي جماعة عمالة تدور على مرشد، وعندي حزب بيتصور إنه هو صاحب الكلمة العليا ولا يسمع أحد بالمرة. الاثنين على خطأ، وسايبين 75 مليون، إذا كانوا هم فعلا يعني بيمثلوا 3 أو 4 مليون أو 5 مليون، مجموعهم 5 مليون، 80 75 مليون مصري عايشين في مشاكل. في 75 مليون مصري نصهم أو أكتر على حافة الفقر. فأنا تقديري الشخصي إن مثل هذه المهرجانات إذا لم تخرج ببرامج، وإذا لم تخرج بحلول، وإذا لم تخرج بوجوه جديدة وصيغة جديدة للحل، يبقى لا جدوى منها. طيب، 6 سنين دلوقتي نفس الأشخاص، هم الصف الأولاني رجال الأعمال. حتى أنا اقترحت عليهم 2 أو 3، اقترحت كلاما وكتابة، قلت لهم يا جماعة هاتوا شوية مثقفين حطوهم في الأول كده عشان بس تسدوا عين الشمس والناس تحس إن في مشاركة من المثقفين. ما عملوش. الصف راجعي 6 سنين، الصف الأولاني لم يتغير. قصدك في الحضور؟ في الحضور مش لم يتغير، المواقع لم تتغير. مجموعة رجال الأعمال اللي هم مسكين الحزب، اللي هم رؤساء اللجان في مجلس الشعب، مجموعة الوزراء اللي في الحكومة اللي هم رجال الأعمال أيضا، يبقى 5 من هنا و5 من هنا، وهي دي مصر. لا، مش دي مش مصر.